بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من الريسات الفضائية المستقلة في حلقة جديدة في برنامج اتجاهات، وهذا هو الجزء الثاني من المقابلة مع البشمهندس إدريس إبراهيم آيم من مقر إقامته في لندن. نلتقيه احتفاء به لإصداره كتابه الأول تحت عنوان تاريخ مدينة كندع الخضراء، وجزء من العنوان ظاهر لديكم مشاهدين الكرام. أستاذ إدريس، مرحب بك في الجزء الثاني من المقابلة. مرحب بك، نرحب بكم يا أخي أحمد شريف، وأحييك وأحيي العاملين بقناة الريسات وأحيي جميع المشاهدين الكرام. الله يخليك، الله يخليك، شكرا لك يا حبيبنا الغالي. ولا نزال نتجول في رحاب مدينة كندع الخضراء الجميلة عبر كتاب البشمهندس إدريس. بشمهندس، الكتاب حوى مجموعة من الأبواب. الباب الأول تحدثت فيه عن تاريخ التجمعات السكانية، والباب الثاني تأسيس مدينة كندع، وهكذا إلى أن وصلت إلى الفصل أو الباب السادس أو السابع، أليس كذلك؟ نعم، لسه احنا ما كملنا الباب الأول. الأبواب نحن حنخش باب باب، حنطرق نعم. باب باب في هذه المدينة الجميلة. كده قبل ما نخش على الأبواب، وانت تقريبا تحدثت عن الباب الأول والثاني، نعم، فيما أظن. بعدين حنرجع ونقول لك الدافع للكتابة شنو في عالم لا يقرأ ولا يشتري ولا يشجع، يعني كويس. كده أبدلينا من حيث ما توقفنا في الحلقة السابقة. أستاذ إدريس، تفضل الحديث لك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخي أحمد، الدافع كان في الواقع يعني قبل 10 سنوات توفي الشيخ الجليل المصلح والداعية الإسلامي الذي كان ملقب بعالم كندع، الشيخ عمر إدريس مودود رحمة الله عليه. رحمة الله عليه. هذا الرجل طبعا له فضل على أهل كندع، وكان راجل داعية ومصلح زي ما قلنا، وكان يحظى باحترام كل كبير وصغير، كل أعيان كندع والتجار كندع كان يحترم هذا الشخص، هذا الشيخ. ويكفي أنه هو الذي أسس المعهد الإسلامي في كندع، وتخرج على يديه يعني عشرات بل مئات من الطلبة والدعاة. فعندما توفي طبعا هذا المعهد كان منارة تضيء وتنير للمسلمين وتعاليم دينهم داخل مدينة كندع وخارجها. فعندما توفي لم يذكروا أحد. فأنا صراحة يعني بعد ما توفي الشيخ عمر حزنت وتأثرت كثير لوفاته، وما آلمني أكثر يعني كان عنده هو عشرات الطلبة وبل مئات. أنت طلابه؟ أنا لا، أنا درست في المدرسة الحكومية في الواقع كما ذكرت، لكن الرجل الرجل كان عنده حلقات في مسجد كندع بعد صلاة الظهر وصلاة العصر، وكان كنت أشوف كيف أعمامي وآبائي وجميع أهل كندع كان يحظى باحترام منقطع النظير، يعني صراحة أقول لك. فكان رجل محترم، وحتى بعد تخرجه من جامعة المدينة المنورة طبعا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية وفرت له وظيفة في نيجيريا، فهو رفض، قال والله عندي أهلي، قال هم أولى بي، فرجع لإريتريا. فبعد ما توفي طبعا ما في حد ذكره في السوشيال ميديا للأسف يعني، فأنا تأثرت فبدأت قلت لازم أكتب عن هذا الرجل، لازم الإريتريين يعني يعرفوا عن هذا الرجل من هو. فبدأت أكتب وأجمع عن سيرة حياته الذاتية. نعم. فكنت أقوم بالاتصالات
فاتصلت بالوالدي الله يرحمه، والدي توفى قبل عام طبعا، فكان حج يا جزاك الله يرحمه ويحسن إليه ويرحم كل موتانا يعني. فبدأت أجمع معلومات عن الشيخ، فقال لي والدي يا إدريس ليش أنت ما تكتب تاريخ عن مدينة قندع؟ والشيخ عمر مودوي تذكر سيرته الذاتية، وقال لي تذكر الشهيد محمد سعيد شمسي وجميع شهداء أريتريا وقادتها وفنانينها، فقال لي أحسن شيء أنك أنت تكتب عن قندع. وقال لي الوالد يعني من ضمن نصائحه، قندع بدون ما تذكر الأرياف الاثنى عشر، قال لي اللي هي ذكرناها عائلة وخبوت وطروعة حيكون تاريخها ناقص، قال لي فلازم تذكر هذه أسماء هذه الأرياف. فبدأت أكتب في الفيسبوك. وبالمناسبة أنا ما أقول لك يعني أنا أول كاتب الكتاب نشرت كتابي في الفيسبوك، شفته واستفدت من هذه الخاصية. ما في كاتب يذكر أسراره يعني في كتاب أسرار كتابه في الفيسبوك أو في السوشيال ميديا. فأنا الغرض مني مش غرض الربع، شفته غرض هي غرض التوعية وتوثيق، شفته لحقبة زمنية معينة. أخي أحمد أنت نشرت كله على الفيسبوك؟ يعني تقدر تقول يعني 80% جميل. من الكتاب تم نشره يعني، واستفدت من هذه الخاصية والناس شجعوني وحصلت إضافات كثيرة وتعرفت على ناس كبار استفدت منهم يعني والحمد لله. فهذا كان الدافع. ثم طبعا أنت تشوف يعني في السوشيال ميديا في تدليس التاريخ في المنطقة يعني، بالتالي قلت عشان أثبت الحق لأهلي في هذه المنطقة لازم أكتب وأوثق تاريخ هذه المنطقة، فكان هذا هو الدافع. جميل، رحمة الله عليه ووصية، وأنت تشكر على أنك أخذت بوصية والدك، وإن شاء الله في ميزان حسناتك وصدقة جارية اليوم يعني بإذن الله حسنات جميعا. طيب الآن الكتاب طبع طبعا. نعم الحمد لله. وين طبعته أستاذ إدريس؟ طبع في لندن، هنا في لندن في مكاتب. أيوة المكتب اسمه شنو؟ أو المطبع؟ مكتبة لندن للطباعة. مكتبة لندن للطباعة. ومين حيتولى نشره؟ والله إحنا طبعا بدأنا دحين نشر الكتاب والحمد لله. ستتولى يعني نشره لوحدك؟ أيوة في الوقت الحاضر. نعم قاعد. طيب. نعم جاتني بعد ما طبعت هذا الكتاب جاتني معلومات مفيدة جدا وإضافات، فسوف يعني إن شاء الله. طبعت طبعة أولية. أولية هذه طبعة أولية. وستضيف إليه معلومات ذات قيمة بعد التنقيح إن شاء الله والإضافة. نعم حيكون في الطبعة الأولى. الطبعة الأولية كانت كم نسخة؟ طبعت كم نسخة؟ طبعت حوالي 1500 نسخة. طيب 1500 نسخة، هل وزعت خارج لندن؟ ويا ريت لو تورينا الكتاب كمان المشاهد الكريم. خلي الكتاب خليه كده وانت تتحدث يعني بالجنبه، ما يضايقك في نفس الوقت ولا يغطيك، لكن خليه كده على اتجاه. ايوه طيب هل وزعت خارج لندن استاذ ادريس؟ نعم وزعت خارج لندن وخارج بريطانيا ايضا. الكتاب وصل السويد ونوروي ووصل المانيا والحمد لله قاعد يتم وفي طريقه لاستراليا القاره باذن تعالى. باذن تعالى ان شاء الله. ان شاء الله. طيب. تكلفه البريد صارت ايوه هي مكلفه شويه، وبعدين برضو انت ما تقدر تزيد في السعر. طيب بالنسبه لي نحن طبعا حنجي لتكاليف الكتاب ماديا مهنيا ووقتيا وحاجات كثيره يعني. لحد الان التوزيع ماشي كيف؟ والله الحمد لله يعني مرضي، يعني أقدر أقول لك أنا وزعت أكثر من 800 نسخة في الوقت الحاضر. ممتاز والله. 1000 وكم؟
من ألف وكم؟ من 1500. من 1500. هذا في الواقع الإريتري ده مقياس طوال يسجل على مقياس ريختر، يعني مش مقياس ريختر، سوري، على جينس، يعني لازم يسجل بالجد والله في الواقع الإريتري يعني. نعم. لا بالكاد، لأن الكتاب لكن الكتاب ما يتكلم عن إثنية أو عرق معين أو قبيلة، بل إنما هو الكتاب يتحدث عن تجمع سكاني. هذا التجمع السكاني يضم قبائل عدة وقوميات أيضا. نحن في سمهر عندنا تجري والساهو والعساورتا، وعندنا العفر. نعم، طبعا الغالبية هي التجرية والعربي والتجرية وأخوان الجبرتا موجودين، أو الجالية اليمنية التي ذكرناها. ففي تنوع يعني ثقافي في بعدين قلت زي ما ذكرت مركزيته ذاته ما بين المرتفعات والمنخفضات الوسطية، ومما يندرج مميزات الكثيرة إن شاء الله نحن نتحدث عنها. هذا والله أنا يعني أهنيك على هذا الحظ السعيد. يعني كثير من الزملاء والكتاب كتبوا كتب باللغة العربية لم تنل حظها على الرغم من أهميته وهكذا، وأنت سعيد الحظ، وإن شاء الله تكون أسعد بالكثير يعني كويس أو أكثر من ذلك. أنت جدير بي. طبعا ثانية إن شاء الله حتترجم إلى عدة لغات، منها الإنجليزية والتجرينية والتجري بإذن تعالى. إن شاء الله. بقية اللغات كمان، لكن لو ترجمت إلى التجرينية والتجريت حيكون عندها وأنا متوقع أنه حيكون البيع أكثر من النسخة العربية. نعم. حقيقة يعني، لأن الواقع الجانب الآخر بيقرأ كثير ويشتري. نعم. حتى في التجريد كمان جميل. نعم. كده نخش في رهق الكتابة. أنت رجل لك عملك الخاص، ويا ريت لو حدثتنا برضو ذكرت المشاهد، أنت رجل تعمل في عمل خاص بك يعني في صاحب مطعم، أليس كذلك؟ نعم نعم. هنجيب بعد إن شاء الله نتغدى أو نفطر. العملية كانت مرهقة إن شاء الله. وأنا صاحب هنا في الغرب، أنت عارف يعني لما تكون سيلف إمبلويد يعني صاحب العمل يعمل أكثر من العمال يعني، شفته؟ صحيح. وأحيانا أنا أشتغل في العمل ساعات طويلة يعني 10 ساعات في اليوم، راقبة وإشراف، أو 7 أيام أحيانا، فعندي يوم واحد أوف. أنا بالعكس يعني العمال اللي عندي كل واحد عنده يومين راحة، أنا عندي يوم واحد بس. وأنت رب عائلة مش كده، رب أسرة؟ نعم، رب أسرة ومع الأسرة كمان. فعملية كانت متعبة صراحة ومرهقة ومكلفة ماليا كمان، لأنه كان فيها اتصالات، وكنت أعمل لقاءات بالزوم واتصالات بالتليفون وتفرغ المعلومات. هاي يعني المعلومة أيوة. معلومات. كنت نعم. تكتب وحدك أستاذ أدريس؟ تكتب براك؟ نعم، تكتب لوحدك ولا عندك كاتب؟ لا، أنا أكتب بنفسي. ولكن بعدها طبعاً أعطيته لناس متخصصين في اللغة العربية لتصحيحه من ناحية اللغوية والتدقيق، ومن ثم تم طباعته. ولكن في أخوة ساعدوني. نعم، لهم الشكر الجزيل. طيب الآن خلينا نخش في الفصول اللي توقفنا عندها. نعم. أعتقد أنه نخش على الفصل الثالث ومحتويات الكتاب، وبعدين حنجي برضو نتحدث عنه بشكل أكثر تفصيل. فضل أستاذ البشمهندس. شكرا. نحن طبعا المرة الماضية توقفنا، تم تأسيس 3 قرى اللي هي عائلة وقنبوت وعسوس. وتم تنصيب كل قرية شوم أو عميد. فقلنا طبعا البلو لعب دور كبير في تأسيس هذه القرى، والهدف منها كان لخلق مجتمع مستقر وإيجاد حياة حضرية دائمة بدلا الترحال من مكان إلى آخر، وأيضا حتى يستثب الأمن والأمان في هذه المناطق، لأن هذه القبائل يا أستاذ أحمد كانت في حالة صراع واقتتال دائم بسبب المراعي
والأراضي الزراعية. نعم. وفي الوقت النائل اللي هو أمير البلو حتى يسهل له عملية جمع الضرائب يعني اللي هي يسموها طلبة. فالناس السكان المحليين كان يدفعوا لأمير البلو طلبة. كان يسموها بشنو طلبة قلت؟ طلبة اللي هي ضريبة. بالتقريت؟ بالتقريت يا طلبة. نعم. أوكي. نعم. كان يسموها طلبة. أي نعم. فكان يدفعوا طلبة عشان إيه هو يحميهم يعني وكان عنده جيش. وفي نفس الوقت لخلق التعايش السلمي. يعني الآن نحن التعايش السلمي ما بين هذه القبائل يا أخ أحمد قبائل سمهر بدأ قبل 500 عام شفتها في هذه المنطقة يعني أقصد أنا منطقتنا يعني منطقة عائلة وقمهوت وعسوس بينما التعايش السلمي كان موجود في المسوع منذ ممكن أكثر من 800 عام فحصل تعايش سلمي بين هذه القبائل وفي نفس الوقت لحمايتها لأنه كان في غزوات من قبل الشفتة التغارو كان يغزو هذه المناطق شفتها بدلا كل قبيلة تكون متفرقة في جبل وينفرد بها الغزاة وحصل تجمع سكاني وشبه وكان في تقدر تقول جنود يحموا هذه المناطق والناس برضو تم توعيتها عشان تحمي نفسها وتدافع عن نفسها وأعراضها ضد الشفتة فهذا الشيء أكده الكاتب الإيطالي كافاليري دانتي رودو كافاليري اسمع معليش الاسم اسم شو اسمه اسم غربي إيطاليانو كافاليري دانتي أودوريتسي هذا كان من كبار الموظفين في مسوع أيوة. ألف كتاب اسمه مفوضية سمهر أو مفوضية مسوع فذكر قال سكان مسوع وحطملو وأم كله وأم بيرمي وزولة وأفتى عائلة ذكر عائلة وقمهوت وعسوس نعم أيوة هؤلاء السكان كانوا حضر مستقرين كان شفته وكانت تسكن هذه المناطق قال قبائل عدة شفته فهو أكد هذا الكلام يعني فعلا يعني وأنا دحين عندي عائلة على سبيل المثال في كتابي مذكور هنا ما في لا يسع المجال لكي نذكره نعم. عندي مما تأسست عائلة حتى عام 1993 بعد تحرير إريتريا الشيم الذين تعاقبوا على عائلة لأكثر من 14 شوم أو عميد نعم أيضا عندي لقمهوت نفس الشيء شفته والقبائل اللي كانت تسكن هناك فهذه القبائل حصل بينها تعايش سلمي وتصاهر وتناسب نعم. بينها فالآن بالذات هذول الثلاثة القبائل ما تقدر تفصلهم عن بعض بعدها ظهر تجمع آخر اللي هو عدشومة نعم عدشومة دي طبعا وراها قصة يعني عدشومة هذه شومة بنت عامر مراتي ود أحمد ود مرجوب ود حسن محمود المداي الشيخ عامر ملاسي اللي هو بن والد شومة كان من وجهاء وأعيان في الساحل اتزوجت لأمير من أمراء الفونج في غرب إريتريا شفتها وأختها كان الفونج في غرب إريتريا نعم كانوا هم الفونج المملكة غرب إريتريا كانت تابعة لمملكة السنار نعم الفونج اللي هم الفونج فإيش وأختها من كان متزوجها تعرف أختها فاطمة كان متزوجها عامر ود علي النائب في حرقيقو يا سلام إفتاع. أيوة فهي طبعا لم زواجها ما حصل انفصال ورجعت إلى مسوع إلى أختها فمكثت مع النائب هناك من ثم انتقلت إلى منطقة مش بعيدة من
قمهوت كويس وسكنت هناك. فالنائب أرسل لها جنود يحموها، وفي نفس الوقت قال أصدر مرسوم، يعني النائب قال كل من يسكن بجانب شومة بنت عامر ملاسي فهو معفي من الضرائب. يا سلام. نعم، فأختها يعني توسطت لها يعني. فشومة كانت قوية ويقال كانت جميلة، كانت و جميلة. أي نعم، وكان حتى أختها يعني الاثنين يعني كانوا يعني كان عندهم جمال يعني. أوقات نعم. نعم، فالناس سكنوا جنبها فسكنوا هناك، عشان سكنوا يعفوا هناك. من الضريبة. ايوه، الناس القبائل جت حولها، وهي كمان كانت سيدة فاضلة وقوية ومحترمة، وفي نفس الوقت كانت حكيمة. ثم طلبت من امير البلو، طلب النائب يعني، طلبت منه ان يكون لها شيخ، الله شيخ نعم. وشيخ وقاضي يدرس لها أبنائها يعني. فأختار لها واحد من مشايخ عبد الشيخ موسى من بيت كليم، فهو أحد كليم أجداد الشيخ، الشاعر أحد الشاعر أجداد المناظر سليمان كليم يعني. سليمان حسن كليم رحمة الله عليه. أيوة، رحمة الله عليه. من ثم طالبت أن يكون عندها شوم خاص بها يعني في منطقتها، وأختار لها أحد عمداء، وأصبحت عشومة اللي هي تجمع الرابع لعائلة وقمهوت وعسوس. شومة فهذه المسمى من هناك. باشمهندس، انت المعلومات دي استقيتها هل عن طريق، طبعا اكيد يكون فيها مختلف من المصادر، لكن اهم مصدر بالنسبه لك كان شنو؟ هل الكتب التي وقفت عليها ام السماع نعم، حكي من الاباء؟ ولا كان السماع، لانه الحمد لله الناس اللي اخذت منهم انا كانوا على وزن يعني اجتماعي ثقيل، هم بعض منهم زي ما ذكرت في المقابله من المقابلات يعني، اللي هو شوم عثمان، شوم عامر، شوم نوراي، اللي هو كان شوم قندع لمده اكثر من 20 سنه، بدل ومن ثم مصادرك الأساسية كان. ايوه كان محافظ البحر الاحمر، محافظ البحر الاحمر في مسوع في عهد منقسطو وهيلي مريم. ما شاء الله، حي يرزق يعني، ما شاء الله. وشباب. استفدت من والدي، الوالد، أيوة الوالد تحديدا أخذت منه شنو؟ والله والدي من مواليد 1927، فهو عايش عمر يعني. فترة نعم ما شاء الله. أيوة، فترة الإيطالية والبريطانية وفترة وهايلي سلاسي التغيير المبيض. ومنغستو. أيوة نعم، العم عمر سيد إسماعيل حفظه الله، وهو حي يرزق في السودان، هذا كمان استفدت منه كثير. الأخ إبراهيم الفنان والشاعر إبراهيم صفاف، هو خبير في قبائل سمهر، وين وخبير ابراهيم ايضا سفاف ده؟ ابراهيم سفاف ده وين؟ موجود في المملكه العربيه السعوديه، موجود في جده، نعم، وعالم بسبب. فنان مغني شاعر. نعم، هو فنان ومغني شاعر محلي، للاسف يعني ما ظهر لكن اهل قندع يعرفوه يعني. الله نحييه والله. نعم، الله يحييك. طبعا، وفي نفس الوقت عارف تضاريس سمهر بالله يعني، استفدت من أسماء الأنهار، أسماء الجبال، أسماء المناطق، سكان القبائل اللي كانوا جهد كبير، يسكنون في جهد كل كبير. منطقة. أي ما شاء الله تبارك كان الله. عندك مصادر استفدت من الأمهات أو النساء؟ والله، للأسف لم آخذ يعني، أنا اعتمدت على الرجال يعني أكثرهم يعني. فما في زول قال لك فلانة دي والله عندها معلومات أرجع ليها نعم، لأنه كانت مثلا يعني. والله للأسف يعني أنا ما حاولت ولا سألت، وما في حد قال لي يعني. ما في حد قال. جميل. أيوة، طيب باشمهندس، أخذ لك شوم جعفر، شوم جعفر، شوم قمهوت موجود في قندع، وابنه أحمد جعفر موجودين في قندع.
اخذت استفدت من بعض الاخوه اللي هم اكبر مني شويه، مثل العم ادريس حج نوراي، الاخ عبد القادر قدم، الاخ محمد سعيد قدم. استفدت من هؤلاء، استفدت من ابراهيم قدم. ايوه ابن عمهم، هو ابن عمهم او عمهم. ايوه استفدت برضو من الاخ اللهم ابن الشوم محمود شوم سعيد شوم عشومة، اللي هو دكتور سعيد موجود حاليا في المملكة العربية السعودية. فالناس اللي أخذت منها يعني لها مصادر كلمتها يعني، موثوقة. نعم ما في شك يعني. وطبعا المصادر برضو الحديث والاتصال والمقابلات دي واحدة من المصادر المعروفة. نعم. أكثر ما استوقفك في تاريخ مدينة قندع؟ طبعا نحن حنجي نعم. للفصول واحدا بعد الآخر، لكن نعم. أكثر ما استوقفك في تاريخ مدينة قندع شنو البشمهندس إدريس إبراهيم آي؟ شكرا. طبعا زي ما قلت لك، هذه المناطق بدأت، نحن قاعدين نتكلم دحين، معليش أنا حاجي لسؤالك حتى كم أكمل الفكرة يعني الأولى. قاعدين نتكلم في تاريخ يعني، طبعا أي تجمع سكاني يحصل فيه تنقلات سكانية وتغييرات يعني اجتماعية واقتصادية على مر الزمن يعني فترة. نحن قاعدين نتكلم فترة بتاع 400 سنة 300 سنة، فهذه المناطق توسعت في عسوس وعدحا، كانوا مع بعض. عدحا صار عندهم بعدين شوم خاص بهم وعميد. عائلة وعد عشكر كانوا مع بعض، عد عشكر فيما بعد صار لهم عميد خاص. نعم. الدفير وقدم سقا كانوا مع بعض، من ثم قدم سقا صار لهم عميد خاص بهم. فطبعا المسألة توسعت بعدين زي ما قلنا. أنا لازم أذكر ال 12 منطقة عشان الناس ما تزعل: عائلة وقمهوت وعسوس عشومة عد عشكر عدحة دماس طروعة واريا والوايرة اللهم حضر قلوبنا. طبعا هذه تقريبا 12، فالناس إن شاء الله تكون أنا نسيت شيء. ما مشكلة، إذا نسيت شيء في الكتاب موجود يعني. الشيء اللي استوقفني يعني إقليم حماسين دائما كان يتربص بقندع وضواحيها. كان عايز يضم قندع، ابتداء من دنقلو كان عايز يضم قندع، دنقلو وقندع وما تكلات هذه كلها كان عايز يضمها لإقليم حماس. إقليم حماس. الشعب القندعاوي وقف بالمرصاد يعني، فقالوا له نحن جزء من سمهر وجزء من المحافظات. فحصل حتى في دفيات الزمن، دفيات الزمن استاذ ادريس. والله هم بدأوا في عهد العهد البريطاني، في العهد البريطاني المحاوله دي كان بدأ. ايوه نعم. في العهد الايطالي المسلمين كان يحظوا يعني، الايطاليين ما ادري نحن مناطقنا يعني شفتها. طبعا كان في طموح وتوسع من قبل الملك يوهانس نحو الوصول الى البحر الاحمر. فطبعا حصلوا حماسين، ومن ثم نزلوا حتى راسلوا لابانجا وصل قندع. أيوة. واحتل عائله وقمهوت، واخر معركته كانت في دوغلي تقريبا عام 1890 شفتها، بعد دخول الايطاليين، مع بدايه دخول الايطاليين 1887 شفتها. طيب. وفعلا شو اسمه، سوري في واحد قاعد يتصل. المهم الايطاليين لما دخلوا، كانت المعركه بين الاولى. نعم الايطاليين، ايوه الايطاليين لما دخلوا تعاونوا معهم الاهالي، تعاونوا معهم اهالي، أهالينا كلنا تعاونوا معهم. فبالتالي سوري في واحد قاعد يزعجني يتصل عشان كده. معلش. كيف دحين قاعد تسمعني؟ سامعك أستاذ. نعم. فالأهالي تعاونوا مع الإيطاليين يعني، فحتى معركة دوغلي السكان المحليين المسوع وقفوا مع الإيطاليين لسد هجوم
راسلوا له أبا نجا، فكان عندهم هذا التخوف من دائما من مرتفعات من كفسة، كانت تجيهم يعني غزوات يعني شفته. فالإيطاليين كانوا يحترموهم، يعني أحكي لك قصة. الإيطاليين عندما كانوا محتلين يعني مسيطرين مسوع، كان في قليل من المسيحيين يعملوا مع الإيطاليين، فأرادوا أن يبنوا كنيسة الأرثوذكس. الإيطاليين طبعا كان عندهم كنيسة خاصة بهم ولجنودهم، كنيسة كاثوليكية. فالعمال المسيحيين طلبوا من الإيطاليين عشان يعطوهم قطعة أرض ويبنوا فيها. نعم تفضل أستاذ إدريس. نعم، فالإيطاليين كانوا يتعاملوا مع أهالينا خاصة المسلمين باعتبارهم أهل الأرض وأهل البلد، فكان عندهم احترام خاص يعني. فأذكر لك حادثة حصلت في مسوع. كان في مسيحيين إريتريين أرثوذكس يعملوا مع الإيطاليين، فما كان عندهم كنيسة بتاع أرثوذكس في مسوع، فطلبوا من الإيطاليين لكي يعطوهم قطعة أرض ويبنوا فيها كنيسة. فالإيطاليين قالوا لهم والله نحن لازم نستشير أهل مسوع، فاستشاروا أهل مسوع قبل ما يعطوهم قطعة أرض. أهل مسوع قالوا لهم والله إحنا سكان ما في مسيحيين سكان محليين عشان تبنوا هنا كنيسة، فهذه مدينة كلها يسكن سكان أهل المدينة هم من أتباع الديانة الإسلامية. ففي النهاية إيش سووا الإيطاليين؟ وسطوا الشريفة علوية بنت هاشم المرغني. المرغني نعم. نعم، فكان عندها مكانة يعني عند أهل المسوع، فهي تدخلت وثم وجدوا حل لكي تبنى الكنيسة في داخل البحر في منطقة عائمة وتكون مؤقتة في نفس الوقت. شفتها في أي وقت يتم إزالتها. فكانوا الإيطاليين يعني يحسبوا الحساب للمسلمين يعني في هكذا بنيت الكنيسة. بنيت الكنيسة داخل البحر من زي ما تقول زي العوامات هذه الموجودة في الأنهار زيها يعني من الخشب شفتها، وعلى أساس تكون هي يعني كنيسة مؤقتة. فالمهم من هي الشريفة العلوية؟ ممكن نقول نبدأ نحن حنرجع للشريفة شريفة علوية. نعم، خاصة إنه برضو ناس المرغني بكري في التاريخ الإريتري يعني دورهم مشهود. لكن معلومتك مصدرك للمعلومة دي من وين باشمهندس إبراهيم؟ مصادر أهلي من المسوعين، أهلنا المسوع. نعم، هذه قصص متواترة. جميل جدا. طيب حدثنا عن الشريفة علوية رحمة الله عليه. نعم. طبعا لا تذكر الحرب العالمية الثانية ولا تذكر الشريفة علوية. نعم. الجيش زي ما انت عارف الجيش الإيطالي يعني. نعم، الشريفة العلوية ولدت في كتابك موجودة مش كده؟ موجودة في كتابك. والله أنا للأسف هذه ما ذكرتها في الطبعة الأولى، لكن في الطبعة الثانية حذكرها إن شاء الله. أوكي. نعم، ولدت السيدة علوية بنت هاشم. إيجاز أستاذ إبراهيم أستاذ ريس. أحمد عثمان بنت أبو بكر المرقني في السودان في نهاية القرن 19 ولدت. نعم. وقبل ما تتجاوز عمرها 7 هاجرت مع والدها من السودان إلى إريتريا. تربت على يد والدها، وبعد ما توفى والدها هي أخذت مقام والدها، وكانت كان لها قبول يعني لدى أهل مسوع وأهل كرن وأهل شمال إريتريا وغربها وفي شرق السودان. نعم. كانت طبعا الإيطاليين كانوا يحترمونها، وكانت لها مكانة اجتماعية طبعا في 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 بيئتها، لدرجة انه الملك الإيطالي قدم لها دعوة رسمية لكي تزور إيطاليا وتقابل.
ومكثت شهرين في إيطاليا، في روما. وكانت نعم وكانت ترأس الجمعية الإسلامية الخيرية في إريتريا، فبرأستها كان. عندما دخلوا الإيطاليين إلى أثيوبيا أخذوها كوفد، شفتها، لكي تتفقد أحوال المسلمين داخل أثيوبيا. وبالمناسبة الإيطاليين كانوا عشان يعملوا توازن، يخلقوا التوازن في داخل المجتمع الأثيوبي، حتى كانوا يتقربوا من المسلمين الأثيوبيين عندما احتلوا أثيوبيا. لمدة خمس سنين. نعم اتوفت في منزلها في كرن. نعم، حتى يقال أنه يعني أوحت للإيطاليين أن لا يدخلوا الحرب ويتوجهوا سواء كان إلى إثيوبيا أو إلى اتجاه السودان يعني. نعم. ويقال أنه ما أخذوا بنصيحة، كان يسمعوها كثير لكن يبدو لي ما أخذوا بنصائح، هكذا تقول الأخبار المتواترة. يقال أنه ربما كان السبب هزيمتهم، ربما وحدي من الأشياء يعني، وإن كان هي خضعت طبعا الحلفاء والمحور ديك توازنات أخرى، لكن برضو قد تكون لهذه وتلك يعني. طيب باشمهندس، توفيت في كرم في منزلها. أيوة، وطبعا حسب وصيتها نقلوا جثمانها إلى مسوع، صحيح، لكي تدفن في مسوع بجوار جثمان والدها سيد هاشم. في حطم له بالتحديد في ضريح دحين لسيد هاشم المرغني، وضريح لها في 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 مسوع وبالتحديد في منطقة حطم له. على ذكر المراغنة، أهلنا وشيوخنا يعني، نحن صوفية كمان في اتجاه يعني، وفي اتجاه آخر شيء ثاني يعني. فمرة أنا عملت مقابلة بمناسبة المولد النبوي الشريف في ساحة مسجد الخلفاء الراشدين بأسمرة، وساعتها كان مولانا محمد عثمان المرغني ربنا يديه الصحة والعافية، هو كبير الآن، فكان رئيس التجمع الوطني الديمقراطي السوداني، المعارضة، الطيف السياسي للمعارضة، من الحركة الشعبية إلى الاتحاد الوطني الديمقراطي الأصل يعني، فالطيف والحزب الأمة وكذا. فأنا مديت الميكروفون قلت له مولانا السيد محمد عثمان المرغني راعي الطريق الختمية ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي السوداني، بس وقفت في الحتة دي، فهو استدرك ما تدلي به الآن من معلومات، قال لي يا ابني قال لي ورئيس الطريق الختمية في إريتريا كمان. فقلت له رئيس الطريق الختمية، وبعدين نحن برضو عندنا امتداد مع طريق السيد بكري وشريف علوية من أهالي الوالدة، برضو من أهالي الوالدة متزوجين، إن يبدو لي هو عارف الحتة دي. قال لي يا ابني يا ولدنا، قال لي وبرضو راعي الطريق الختمية في إريتريا كمان. قلت له نعم مولانا، فضحكنا كده يعني. ربنا يديه الصحة والعافية محمد عثمان المرغني راعي الطريق الختمية في إريتريا والسودان. عشان كده أنا مرات بقول يعني هذه الحدود هي حدود وهمية، ما أنا شخصيا لا أؤمن بها، لكن نتعامل مع الواقع الموجود. طيب طيب باشمهندس إدريس إبراهيم آيم، نحن دائما نسعد بلقائك، وأنت رجل بتسرد التاريخ يعني بتلقائية جميلة يعني، يعجبني سردك يعني. طيب تفتكر أي فصول لم يأخذ حظه وباستفاضة من الفصول الست أعتقد التي ضمها كتابك، فتفتكر يا تفصل مفروض كان تديه زخم أكثر، أي فصول يعني تفتكر إنه ما نال حقه من الـ من الـ من الـ فصل فترة التقرير المصير. أحس فصول طبعا نعم. تقرير المصير ما اديته حقه، ما اديته حقه. تقريبا هذا الفصل، هذه المحطة التاريخية اتناولتها نعم. كثيرة نعم. فهل أنت كونك أنت ما أشرت لها كثير بتفتكر أنه ما يفيد مدينة قندع فقط يعني، شفتها ما هو مرتبط ما أنت مرتبط بتاريخ مدينة قندع،
الخضراء. ما حبيت أكرر ما هو منشور يعني، نعم. فحبيت يعني، لكن خلينا دحين مع الإيطاليين. بعد دخول الإيطاليين طبعا هم أسسوا محطة قطار في قندع اللي هي في الروبيا كويس. نعم، ومحطة قطار في قندع كانت في وسط ما بين قندع وأسمر، ما بين أسمرة ومسوع، شفتوا محطة مهمة جدا، كانت صحيح. نعم. لصيانة القطارات والترينة، وكانت محطة كمان للتلفريكا. تلفريكا، نعم. من أسمرة التلفريكا كان يجي لقندع، ومن قندع بعدين ينتقل إلى مسوع، شفتها. وفي نفس الوقت المحطة كانت كبيرة، محطة يعني كانت تقوم بصيانة وتشحيم وتزويد بالفحم الحجري للقطارات، وعدد كبير قابلت زول ركب التلفريكا أستاذ إدريس؟ قابلت نعم. زول قال لك أنا ركبت التلفريكا من سواء لا كان والله للأسف، ممكن جدي كان أحد العاملين في سكة الحديد، ولكن كانت للأسف ما متطورة كيف، سألت هذا. سبحان الله. البلد كان فيها روح يعني، كان فيها حياة. نعم، طيب بالتأكيد. واصل. نعم. الإيطاليين طبعا مجيئهم أفاد بإريتريا، بنوا مدن حديثة زي أسمرة ودك أمحاري، وتأسيس قندع كمان بدأ بعد دخول الإيطاليين طبعا. ما قندع قبل الإيطاليين إيش كانت تعرف؟ كانت غابات وأحراش وأشجار كثيفة، وأسمر وكانت ذاتها. أيوة حتى أسمر ذاتها. أيوة، وكانت تعيش فيها الحيوانات المفترسة، شفتها؟ أي نعم، من الأسود والذئاب، شفتها. فالناس كانت تخاف يعني تدخل قندع، وخاصة في فترة الشتاء. لكن في فترة الصيف كان فيها عشان كان فيها مراعي كثيفة، كانت تيجي كل قبيلة، شفتها، وتصيف في أطراف قندع، شفتها. وسميت قندع، اسم قندع أصلا اشتقى من شجرة تنمو في قندع، حتى الآن تنمو في قندع، اسمها شجرة قندعي. نعم. قندعي. بالعربي تقريبا يسموها شجرة العشر. العشر، نعم. أيوة هذيك يا قندعي. وحتى يقولوا له بالسودان العوير مثلا، يعني إنه ينبت. أيوة. ينبت. نعم. 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 بعد ما دخلوا الإيطاليين، أيوة دخلوا الإيطاليين طبعا شقوا الطريق. بدأوا بربط سكة حديد ما بين مسوع وأسمرة، بنوا طرق، شفتها، عبدوا الطرق وبنوا كباري وش اسمه يعني، اللهم حضر قلوبنا، وربطوا إريتريا بشبكة اتصالات الحديثة برية. شفتها. نعم. والمهم قندع طبعا كانت زي ما قلنا موقع، نتيجة الموقع استراتيجي، نعم. شجعوا الإيطاليين أهل قندع، أهل الأرياف الموجودة في عائلة وبوت وعسوس وهذه المناطق يدخلوا إلى قندع. هو الحق يقال باش مهندس إنه شوف، نحن لا نمجد الاستعمار، ولكن الاستعمار حمو كافل بلوك تقريد زي ما أنت عارف. أيوة نعم. حمو كافل يعني نحن نعم. الاستعمار كان استعمار الإيطالي ما في شك، لكن بالله هذا الاستعمار من خلال قراءاتك يا باشمهندس، نعم، مش أدانا حاجات؟ أدانا حاجات كثيرة، شبكة طرق، مواصلات، مصانع، مهارة في يعني مهارة الخدمة المدنية، نعم، مهارات في الصناعة، مهارات في البناء، مهارات في حاجات كثيرة، وأنشأ لنا مدن. ولذلك أنا أعتقد أنك أنت ربما وقفت في الفترة الإيطالية كثير من الفترات، يعني أنت مثلا في خلال رصدك وقفت على الفترة الإيطالية البريطانية، حكم الإدارة البريطانية العسكرية، ثم هيلي سلاسي والدرك، وحتى الفترة الاستعمارية الموجودة الآن. ربما استوقفتك الفترة الإيطالية كده كثير. نعم، لانه هي كانت الاساس يعني مدينه قندع، ومدينه قندع تاسست بعد دخول الطليان زي ما قلنا. نعم، فكان يشجعوا الاهالي عشان يسكنوا، ونصبوا حاكم
من أبناء المنطقة اللي هو لو كنت مسؤول باشمهندس، معلش أنا قاعد أخطف كلام بالله، لو كنت مسؤول يعني وعادت بك الدنيا كده وبقيت مسؤول في إريتريا، مسؤول رقم واحد خلينا، أيوه كده بالله ما هي العلاقة اللي كان ممكن تاخدها بين إريتريا وإيطاليا؟ أنا لو كنت مسؤول حأقول لك نعم. فهل تجيب في محطة الاستعمار وتقول موسوليني والجماعة وكده بتاعه، ولا ممكن تبني يعني كيف؟ ولا طبعا الاستعمار له إيجابياته وله سلبياته، وهؤلاء الناس والطليان يعني عندما شقوا هذه الطرق وبنوا هذه الكباري كان الهدف هو عشان يجيبوا مستوطنين من إيطاليا ويستقروا في هذه المنطقة، كان الهدف أصلا لخدمة أهاليهم، ولكن نحن استفدنا من هذه الخدمة. أيوة. فهم ما جوا عشان يخدمونا احنا لسواد عيوننا، شفتها، بل انما الايطاليين معروفين يعني كانوا فاشيست، كانوا عنصريين الى ابعد الحدود، يعني كان واحد من الكبار يقول لي نعم كنا نقاتل معهم، قال لما نصل الى نهر اولا يشربوا الايطاليين الماء من ثم الخيول حقهم وبعدها يخلوا الإريتريين يشربوا، وهم يقاتلوا معهم جنود. شوف كان يفضل في حكاوي كده فظيعة، حتى المعاملات داخل إيطاليا يعني. أيوة. نعم الأهالي استفادوا. شوف على فكرة باشمهندس، ما كانت هي نظرة إيطالية بحتة هذه المعاملة العنصرية، لكن كانت لدى الرجل الأبيض عموما أن الرجل الأسود ده، الرجل الأسمر ده، هو كان فيه قناعة سواء كان من الكنيسة ولا الإمبراطوريات التي قامت على هذه الفلسفة، إنه هذا الرجل الأسمر غير الأبيض خلق ليخدم الأبيض، كانت هكذا هذه فلسفة. أيوة. لكن طبعا مع تغير الآن، مثلا لو جينا مثلا هذه الحقوق التي نتمتع بها، ما هي رسخت تجربة الرجل الأبيض حقيقة. نعم. يعني مع كل ما تحمله من تاريخ نظرته ل، وأنا استصحب معنا طبعا تاريخ الهنود الحمر في أمريكا وغيره وغيره وفي كثير من بلاد الهنود، وتغيرت أمور كثيرة، وما أظن الإيطاليين لو عاد بهم الزمن اليوم إلى إريتريا كان حيتعاملوا بتلك المعاملة فيها شكل من أشكال. طبعا معروف التاريخ إنه حتى كانت في بصات مخصوصة ل الرجل الأبيض والرجل الأسود، وما يمشي حتى في أتوبيس واحد في أماكن معروفة يقعدوا فيها الناس الوطنيين السمر يعني الإريتريين يعني، والإيطاليين يقعدوا وين، وفي قهاوي معينة كومبشتاتو ما كان يقطعوا إلا زول تقطعوا بس ما تمشي به، وفي حاجات كثيرة. لكن رغم كل ذلك أنا شخصيا لو كنت المسؤول أنا أبني أول علاقة استراتيجية وعلاقة مشتركة بين روما وأسمرة، بين إيطاليا وإريتريا، لأنه أنا على قناعة أنه لولا الإيطاليين ما كانت في حاجة اسمها إريتريا التي نحلم بها، واستعمرونا وبهدلونا وقتلونا وتعنصروا علينا ما في شك، لكن خلقوا لنا حاجة اسمها إريتريا التي يعني دفعنا من أجلها. يعني إريتريا لو ما كانت بهذا الشكل الإيطالي، والله إن من الناس يمكن ما كانت ناضلت من أجل هذا. قبل إيطاليا إريتريا كانت أجزاء متناثرة عن بعض. في عفر كان في 5 سلطنات تحكم عفر في دنكاليا. أمير البلو كان يحكم سمهر وجزء من الساحل وجزء من كولوبيزاي. غرب إريتريا كان تابع لمملكة الفونج أو سنار. نعم. فهم الإيطاليين جو ووحدوا هذه المنطقة، شفتها؟ يعني نعم. وأيضا وخلقوا هذه لا نعترف بها من جهة برضو، وإيطاليين برضو من ضمن إيجابياتهم برضو رأس اللولة، شفتها؟ وقطعوا طموح يوهنس، شفتها؟ يوهنس كان عايز يحتل لا عليك الله، لو ما تصدوا له يعني، تخيل يوهنس وراس ألولا بنقى دخلوا بأحلامهم بتاع،
هذا الحلم الغير رشيد اللي قاعد يحلم به وبعض الا يعني غوغائيين يعني. يوهنس كان يصرح ويقول نحن حنبيد السكان المحليين المتواجدين في سمهر ونغسل سيوفنا في البحر الاحمر. عشان كده شكرا ايطاليا على في اتجاه الاخر. عشان كده انا مره قلت ابو هاشم حبيبنا معلش الباشمهندس ادريس انا مره قلت يعني واحد قال لي في شارع اسمه شارع اغوردات في روما. ايوه وشارع كده اغوردات وفي شارع كرن على فكره ومؤكد انه في شارع جندع. كل المدن دي بالمناسبه في شوارع في ايطاليا باسماء المدن الاريتريه. هم ما استعمروا المناطق ساكت يعني. فقلت له انت ليه مستغرب يعني؟ هي ذاته اريتريا دي بدون ايطاليا تبقى شنو؟ طبعا كتار حيقولوا شريف قاعد يمجد الاستعمار الايطالي وكده، والله انا امجده في شيء وبرضه زي حضرتك انت برضه ونقدح فيه في شيء اخر. فقلت له انت ليه مستغرب يعني؟ ممكن تلاقي ذاته شارع اسمه اريتريا يعني. فبعدين كتبت في التعليق قلت بتصرف الشاعر قال الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب، يعني ما الشيب برضه عمل فينا. فبتصرف قلت الا ليت الطليان يعود يوما. نعم الا ليت الطليان يعود يوما فاخبره بما فعل الربيب. هذا الربيب بالمناسبه يعني من الان وهو يتبجح ويقول لك في مصوع ما في، جندع ما في، مصانع في ما في، كهرباء ما في، استثمار ما المافيات حقه الكثيره بتاعت المافيا ده رئيس المافيا مافيات أورقي لا حصر لها. فقلت له ولا ليت الطليان يعود يوما واحد بس فاخبره بما فعل. واحد قال لي قاعد تمجد الاستعمار، قلت له نمجد الاستعمار الايطالي. ماذا افادنا هذا الاستعمار اللي حكمنا 31 سنه تحت شعارات وهميه ما ادانا الا هذا الحصاد يعني. انا لسنا ضد الاستغلال ولسنا ضد الحريه والشهداء، لكن هذه ال 31 سنه العجاف تكاد والله هذا التاريخ الذي تذكره يا باشمهندس ادريس ابراهيم ايم يعني بعد اذا استمر الوضع بهذا الحال 10 15 سنوات من يقرا الكتاب حيقول بالله كانت منطقه جندع وسمهر بهذا التاريخ العريق. الليله نتحدى واحد يطلع علينا ويقول لنا ماذا على ارض الواقع؟ بالتاكيد للاسف يعني. نعم ودليل على ذلك انا وانت وملايين زي انا احنا عايشين في الخارج يعني خارج عن وطننا. اليوم المفروض نحن نكون في داخل اريتريا نعم. ونبني بلدنا للاسف يعني شفتها. فزي ما قلنا الايطاليين بنوا جندع ادخلوا فيها الكهرباء، بنوا فيها مسجد، بنوا بنك، انشئوا بنك في داخل جندع، انشئوا دار العرض اللي هو السينما، المستشفى. نعم كان برضو مستوصف كويس. ايوه كان مستشفى حنتكلم عنه ان شاء الله ودار سينما. نعم في بنسبيرو انشئوا حي ايطالي متكامل في بنسبيرو. نعم حي ايطالي متكامل كانوا فيه حلاقين ومطاعم. ايه نعم بونس بيرو اصلا تعني بالايطالي الهواء النقي، الهواء الطلق. نعم الهواء النقي، الهواء نعم الهواء النقي. نعم 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 حقيقة أن الحديث معك ذو شجون باشمهندس، وأنت رجل مشغول طبعا واتصالاتك كثيرة، وأشكر مجاهداتك معنا أستاذ نعم. عزيز إدريس إبراهيم نعم. آيل سعدنا بلقائك. ما رأيك نلتقي في الحلقة القادمة ونكمل ما تبقى نعم. من الحديث إن شاء الله، وحندخل في ذكرياتك وفي هذا الكتاب برضو، وانت دائما بتتحفنا بحديثك. طيب بماذا تحب ان تختم هذا الجزء وهو الجزء الثاني؟ نعم الجزء هذا زي ما تقول يعني احب اختمه ان الفضل زي ما قلت يرجع للإيطاليان انشاء مدينة جندع، وكانت مدينة حديثة وتتوفر فيها كل الاشياء يعني مقومات يعني لأي مدينة يعني سواء كان من الكهرباء، الهاتف، البريد، اللهم حضر قلوبنا، الشرطة،
الحاكم الذي نصبوه في قندع اللي هو دقيات صفاف إدريس، وهو من أبناء قندع. في نقطة المستشفى شفتها، الطريق المعبد شفتها، تشجيعهم الأهالي لدخول مدينة قندع بدل السكن في تشجير المدينة. أيوة، أيوة تشجير المدينة. إنشاء الجناين. نعم، نعم، جو إيطاليين ووزعوا أراضي للإيطاليين، وقندع صار فيها بساتين، وهؤلاء الناس كانوا يستخدموا أحدث وسائل العلمية، وكان يأتوا من إيطاليا بخبراء زراعيين ومهندسين زراعيين، نعم. وأدخلوا لأول مرة الميكنة الحديثة بالزراعة والحصد الإنتاج. في نفس الوقت عملوا تحسين السلالات يعني، ونشروا الجرادين زي ما تقول، أول بساتين في داخل قند، واشتغلوا معهم، عملوا معهم الإريتريين، واستفادوا من خبرات الإيطاليين. نعم. وحتى كذا مصنع للجلود، تخيل، في مدينة قندع. يعني حتى أنا بعد 91 عملت مع كذا واحد، منهم محمد سعيد، محمد رحمة الله عليه، يعني بتاعت صاحب مصنع الجلود، دباغة الجلود البحر الأحمر، مصنع البحر الأحمر دباغة الجلود في مدينة قندع، رحمة الله عليه وتوفي. كان مصنعين أنا عملت معاه وزرت المصنعين، يعني حاجة تخيل. وده هو الموروث من العهد الاستعماري القديم. الآن ما أظن المصنعين موجودين الآن. لا لا لا، ما في، بنوا مصنع الطوب الأحمر. أما الطوب الأحمر، نعم، مصنع بروميتال في قندع، وما تكلات معروفة يعني، عندها طين أحمر، كان يصنعوا الطوب الأحمر هذا ويصدروه إلى إيطاليا للإيطاليين، شفتها. نعم. وفي نفس الوقت يعني، اللهم حضر قلوبنا، في أشياء كثيرة سواها الإيطاليين يعني، الناس استفادت منها. الله يغايته يعني، الحمد لله. يعني نعم. نحن سبيريامو يقول هم يا يعني تحية نعم. عاطرة للفترة الاستعمارية الإيطالية بكل نعم. سوآتها وبكل سوادها. تحية لأولئك الذين دخلوا علينا وأنشأوا لنا هذه المدن، وهذه المدن هي التي نحارب ونناضل من أجل استعادتها للتمتع بمناظرها وخيراتها. أنا أشكرك باسم كل المشاهدين والمستمعين، البشمهندس إدريس إبراهيم آيم من مقر إقامتك في لندن، وأتمنى لك التوفيق والنجاح. سيكون عندنا حلقة ثالثة، ربما تكون الأخيرة في هذا الجزء، ونتمنى نلتقي بك في نوافذ ومراصد أخرى نعمل بها إن شاء الله. لك التحية، ونتمنى لك التوفيق، وإن شاء الله يعني مزيد من النجاح، ونهيب بالقارئ العربي أنه يشتري هذا الكتاب أينما كان وأينما وجد. وإن شاء الله ما تنسى أستراليا، ترسل لنا نسخة ونفيت خيرا. شكرا، جزاك الله، أشكرك يا أخي. وشكرا لكم مشاهدين الكرام، هذا تحياتي، هذه تحيات محدثكم أحمد شريف، برفقة الزملاء في الهندسة الإذاعية والإشراف، أو المونتاج أخونا عود تسفيوان سكداني، وفريق العمل في القسم العربي من الرئيسات الفضائية المستقلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.